عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. التواصل يستمر إذن مشاهدينا الكرام، وأشواطنا تتوالى من خلال هذه الانطلاقات. أشواط الإنتاج والمنتجين في هذه اللحظات تسير في أرضية هذا الميدان بحثاً عن نشاط وبطل من أبطال هذه السباقات ومن أبطال الإنتاج، حيث انطلقت فئة الحقائق، فئة الإنتاج. الكل حضر ذلوله من النوعيات الأصيلة ومن السبق المستحيلة. نتمنى لهم التوفيق في كل المشاركات وكل الانطلاقات. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق هذا الشوط الأول للإنتاج الأبكار. نسير إلى المقدمة والصدارة الأولى، والمركز الأول يتقدم في هذه اللحظات مع الصدارة. هذه اللي وصلت زعفران عبد الله بن محمد بن راشد بن عبيد المهيري، يقدم الآن زعفران على المركز الأول، بينما في المركز الثاني من الجانب الآخر هنا في هذه اللحظات تسلل آخر على ثاني المراكز ثمين عبد العزيز بن مفرح المسافري يحتل المركز الثاني، بينما ابتسموا تحتل المركز الثالث. حسن بن عبد الله بن غليطة يتواجد هنا في هذه الانطلاقة. المركز الرابع أسوف وأتابع دريبح تعود ملكيتها لسعيد بصغير بن حمود الجنيبي، يصل في المركز الرابع. المركز الخامس تسللت وانطلقت الآن ملازيم سعيد بن حمد بن دري الفلاحي الجري، يقدم ملازيم على المركز الخامس. المركز السادس وصول من وصال سالم بن محمد بن ثاني السويدي في المركز السادس. المركز السابع شعار الصمود يقدم مخيفة مظفر بن محمد والعضيلي العامري. والمركز الثامن تقدمت غنيمة سالم بن راشد بن ناصر الدرعي تاسع المراكز. هنا تقدم واحتلالي من غاية سهيل بن سالم بن متعب العفاري، بينما المركز العاشر وصلت سيوف سالم بن مسلم بن حمرور العامري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي تحديات هذا الشوط، هكذا انطلاقاته. شوطنا الأول للإنتاج من خلال هذه المنافسات، من خلال هذه التحديات. الله، عودة إلى الجري، عودة إلى ملازيم. هنا من تلتزم بالمقدمة وصدارة هذا الشوط. هذه ملازيم تعود ملكيتي لأحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، يتقدم مع وجود ملازيم في الصدارة. المركز الثاني وصل المسافري مع عبد العزيز بن مفرح المسافري، يقدم ثمينة في المركز الثاني. ولكن يا سلام، شوفوا وصال وصال وصال، قل لي عاد كيف الى وصالك دلني. هذه وصال لسالم بن محمد بن قطامي السويدي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث تقدمت غايه، وفي الغايه الوسيله الى الوصول الى المقدمه هنا في المركز الثالث سهيل بن سالم بن متعب العواري. يا سلام، يا للفوعه، متالقين من يومين يكررون الانجازات، الانطلاقات وملازيم لا زالت بسيطرة حتى هذه اللحظات. سعيد بن حمد بن دري الفلوحي وبن متعب قادم، بن متعب مع غاية سهيل بن سالم بن متعب العفاري يحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصال سالم بن محمد بن ثاني السويدي، ولكن شوف خلاص راحت 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 راحت، غاية غاية، الغاية والهدف المنشود هو المركز الأول. الله، الغاية تبرر الوسيلة. يا بن متعب يا العفاري، حذاري من الاثنين، الجري الجري بن ثاني، الجري بن ثاني، ولكن اهل ندي الشبه، اهل ندي الشبه الاقرب للانتصار. الله 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 الله، وصال وصال وصال، كيف الطريق الى وصالك دلني يا بن ثاني يا بن قطامي. هذا هو الوصل، راحت مع وصال 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 سالم بن محمد بن ثاني السويدي. هنا تنتزع اول اشواط الانتاج والمنتجين في هذا اليوم، في هذه الانطلاقه، في هذا الصباح. تانينا والناموس والسلوم الى اهالي نادي الشبه. سلام، المركز الثاني لسالم او لسهيل بن سالم بن متعب العفاري. المركز الثالث هذه اللي وصلت مشاهدي الاعزاء لاحمد بن سعيد بن دري الفلاحي. المركز الرابع، المركز الرابع مشكوره مفتاح بن علي بن محمد النعيمي
وخامسا وصول يرعاد محمد بن خميس بن عبد الله السعدي محتله المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة، هكذا هي انطلاقات هذا الشوط، هكذا هو التحدي والتنافس، عودة إلى الصراع، عودة إلى النزاع، ولكن أشواط الإنتاج والمنتجين هي المستطاع من خلالها أن تؤدي هذا الأداء الجميل وسلالات أصيلة. مشاهدينا الكرام، وصال قطعة المسافة في 4:37، 5 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لمالكي وصال سالم بن محمد والثاني السويدي، حيث احتلت المركز الأول وفازت بأول أشواط الإنتاج. المركز الثاني كان الحضور من غاية، سهيل بن سالم بن متعب العفاري، قطعت المسافة 4:38 و7 أجزاء من الثانية، بينما ملازيم تتواجد في المركز الثالث لأحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، كانت حاضرة ب4:38 و8 أجزاء من الثانية. ها هي أشواط الإنتاج والمنتجين، والذي من خلالها حصدت النواميس في هذا الموسم بإذن الله تعالى وفي المواسم القادمة، حيث اجتهد ملاكها للوصول إلى أفضل السلالات والنتائج المرضية لهم من خلال وجود الناقة السبوق الأصيل أو البعير الأصيل، ليواجهون مواجهات قوية ويتابعون بهذا الإنتاج المميز ميادين السباق والمشاركة فعليا في المنطقة.